هو حصل حاجة في النت تقريبا، بس هو الحمد لله رب العالمين رجعنا تاني. يا ريت كل اللي يخش معانا يعمل لنا لايك كده للبث عشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية. طبعا بتدعمونا وبتقفوا ورانا وانتوا اللي بتشجعونا واخواتنا طبعا، وبشكر كل اخواتنا الزملكاوية اللي بيستنونا وبيتفرجوا علينا وبيتابعونا، حاجة عظمة على عظمة يعني، بشكرهم تملي واقفين في ظهري وبيسندوني وبيدعموني. النقطة تاني زي ما قلت لكم طبعا قائمة المباراة، قلت لكم على الفكرة من لعبة المباراة بكرة. اتكلم معاكم بقى في نقطة أخيرة، وهي الزمالك يا جماعة في محنة. كتبت تويتة امبارح قلت فيها، كتبت تويتة امبارح قلت فيها كل مكالمة كل تصريح كل مؤتمر كل حوار كل مداخلة على التلفزيون وفي البرامج بتضر نادي الزمالك وبتضيع وقت على نادي الزمالك في عدم استقرار وبتهد في النادي وبتضيع عليه سنين من عمره وبطولات من عمر وتاريخ النادي على حساب النادي. مفيش حد بيحل، مفيش حد بيحل، مفيش حد بيفيد النادي، ولا وزير ولا رئيس، ولا وزير ولا رئيس ولا أعضاء ولا جمعية عمومية والجماهير لا حول ولا قوة فيها، ولا إعلام ولا اتحاد ولا أي حد في المنظومة. كل يوم مداخلات من كل الأطراف، يعني من الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وكل يوم قناة الزمالك بتتكلم، وكل يوم الناس بتتكلم، وفي آخر الأسبوع المستشار مرتضى بيعمل مؤتمر. كل كلمة كل حوار كل مكالمة كل تصريح ما بتعملش حاجة ولا بتفيد بحاجة غير ضرر على نادي الزمالك، مفيش جديد. كل ده بيضيع عمر ووقت من النادي، بيضيع بطولات من تاريخ النادي، كل ده بيضيع حاجات كتير وبيضر النادي في حاجات كتير، والجميع الجميع من جوه النادي ومن بره النادي واقف مكتف ايده وبيتفرج من بعيد وعاجبه، واقف من اسف لو الخط بيقطع يعني، او مش عارف النت عامل لي مشكله النهارده في اللايف ليه. اي حد داخل وواقف، لو ما سمعتوش الجمله دي، قاعد بيتفرج النادي بيضيع النادي بيبوظ. يا جماعه انتوا فين؟ يا جماعة انتوا فين؟ مش عارف، انا مش عارف الزمالك هيوصل لغاية فين. انا عملت اللي عليا، وصلت اللي انا عملت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمت صفحات الوزير منشن، صفحات الوزارة منشن، كلمنا الناس كلها، الجماهير كلمت الناس كلها، ولا هم سايبينه رئيس ولا هم عازلينه ولا هم عاملين حل ولا معينين لجنة ولا معرفيننا، مخلينا شايفين وعارفين الزمالك رايح على فين. مش معرفيننا اي حاجة خالص، سايبين الزمالك للتهلكة، سايبين الزمالك للضياع، سايبين الزمالك الى ما لا نهاية، سايبين الزمالك الى ما لا نهاية. محدش في دماغه الزمالك، محدش بيحل للزمالك. المنافس الناحية التانية قوي وكل يوم بيقوى اكتر وبيعلى اكتر وانت بتنزل اكتر، انت ما بتزيدش، انت ما بتزيدش نهائي، لان مفيش حد بيساعدك. كلنا شايفين انت في عز ما انت واقع بيدوسوا عليك، بيدوسوا كل مؤسسات المنظومة كلها بتدوس عليك، وزارة، اتحاد كورة، لجنة أندية، لجنة تحكيم،
نظام مسابقات كله بيدوس عليك في عز ما انت ضعيف، في عز ما انت عايز حد يستند عليه. الناحية التانية قوي ومعاه اتحاد كورة ومعاه تحكيم ومعاه دولة ومعاه اعلانات ومعاه شركة راعية ومعاه كل حاجة وبيسقفوا له وبيسندوه كل حاجة، وانت بتضيع، وانت بتضيع عشان محدش شايفك، محدش همه مصلحتك. كله سايب الزمالك يولع، كله سايب الزمالك يتهد، كله سايب الزمالك يتهد. في كده يا عم الوزير طالع يقول لك حافظنا على الهدوء وتعاملنا بمنتهى الهدوء في قضية نادي الزمالك كحفاظا على مؤسسة كبيرة زيه زي النادي الأهلي بالظبط. يا عيني يا عيني، فين المؤسسة؟ انت ولا شلت الرئيس ولا عزلت الرئيس ولا رجعت الرئيس ولا عينت لجنة ولا عملت قائم بأعمال ولا عملت مصير للأعمال ولا في حاجة شايفها الجمهور ولا فاهمها ولا عارفها، والنادي ما فيهوش إدارة والنادي بيخرب والنادي الدنيا بايظة فيه، وتقول لي حافظت على المؤسسة؟ حد يقدر يقول لي مين اللي هيعمل تعاقدات الموسم الجاي؟ أقول لكم معلومة وقلتها قبل كده لكن أقولها لكم بالتفصيل. كل العمال في نادي الزمالك كإداريين في قطاع الكورة وفي قطاعات الألعاب الأخرى الرياضية اللي هي المفروض بتيجي في 30/6 بتقدم استقالتها، وبعدين مجلس الإدارة بياخد بيرجع يعين بعض منهم والبعض التاني بيدخل حد مكانه، كل الناس دي زبطت في حتة تانية. إداريين، مدربين، دكاترة عاديين ولعلاج طبيعي ودكاترة ودكاترة علاج، كلهم زبطوا في أماكن تانية لأنهم ما بيقبضوش، مفيش حد يكلموه في النادي، محدش بيكلمهم في النادي، محدش بيسأل عليهم في النادي. فالناس بتشوف مصلحتها. ما طبيعي أنا لو شغال في نادي الزمالك وبحبه بس مش هحبه أكتر من بيتي، يعني مش هحبه أكتر من عيالي، مش هحبه أكتر من هجيب لي أكل عيالي منين. ناس ما بتقبضش بالخمس ست شهور ومفيش حد يكلموه، وكل ما يجوا يكلموا حد محدش بيرد عليهم للأسف. فالناس دي هتمشي، فالزمالك مفيهوش حد، الزمالك مفيهوش حد. واتحدى واحد في مصر كلها يقول لي ان الزمالك وضعه رايح فين او الزمالك رايح على فين. حاجة في منتهى العبث وحاجة في منتهى يعني مش عارف، انا مش عارف الزمالك هيروح فين، وربنا المستعان. يعني الحمد لله رب العالمين. وده كان لايف سريع معاكم النهارده، حبيت اكلمكم فيه في مباراه طالع الجيش، وان شاء الله اللي جاي احسن لنادي الزمالك، وربنا يقدم اللي فيه الخير. ولك الله يا زمالك، وما لقى الزمالك ملوش غير جمهوره زي ما قلت، وربنا المستعان. وبشكركم طبعا، ومعلش اللي انا عليت صوتي وتعصبت لكن الوضع صعب، مفيش حاجه نتكلم فيها. ان شاء الله الزمالك يكسب بكره ونطلع نعمل حلقه فنيه كويسه ونتكلم كوره شويه وخير ان شاء الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.